لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة وقد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة فيبن عقيل فيبن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة لنبكي لها لنبكي لها بمذاب القلوب فما قدر أدمعنا المالحة بكت كدما بكت كدما يا ابن عم الحسين بكت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة ولا برحتها طلات الدموع ولا برحتها طلات الدموع تحييك غادية رائحة لأنك لم ترو من شربة أيها مسلما لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدا الطائحة رموك من القصر إذ أوثقوك رموك من القصر إذ أوثقوك فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم ألست أميرهم البارحة ينجار 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 عاد ليستجير يكون ينجار عن شتل حليف الشرف ينجار ينجار صدق مسلم بوسط السوق ينجار وتتنومس بجتل علوج وميه وتتنومس بجتل علايا يا ماذا يقول ملا علي بن فايز رحمة الله عليك حشرك الله مع الحسين وأصحاب الحسين يقول لا للحفيرة والقضاء وافق الحيلة ما صابك ابن زياد برجالة وخير لكنهم صابك يوم الحرب غير فعلى ترجاس هاي ما هي فعلى ترجا أول يتمنى هذه الأمنية يقول تمنيت حاضر يوم حرب الغار
يوم تصك جموعها بالسماري وزينب تنادي راحت رجالي سوي أفنى أهلنا السيف ما بقى لنا رجال.